بسم الله الرحمن الرحيم. هنعمل مع بعض صينية الخضار بجد جميلة جدا ومفيدة جدا. انا عملتها قبل كده بس كان الصوت مش واضح وطلبت مني تاني، فهعملها معاكم تاني. الخضار اللي انا بحطه في صينية الخضار، طبعا كل واحد حر لو حابب يزود او يقلل، بس انا بحط جزر، بطاطس، كوسة، بزلة، قرنبيط متقطع، احط قرن فلفل، فصين ثوم هيبقوا مهروسين، البصلايه دي هشوح الاول الفراخ، هديها صدمه وبعد كده انزل عليها بالبصل. طبعا ده بيديها نكهه جميله جدا، هوريكم ازاي. طبعا كل ده كيسين الكاتشب هحطهم برضو على الفراخ. هنمشيها خطوه بخطوه، الاول هقطع الحاجه مكعبات وهوريكم بقى هنعمل ايه. كده يا بنات انا قطعت الخضار كله زي ما انتم شايفين، البصلايه والثوم بس هما اللي لوحدهم وباقي الحاجه مع بعض. قرن الفلفل هخليه كامل، طبعا اللي حابب الحاجه تكون سبايس هيخليه قرن عادي مش كوبي، بس انا مش عايزاها حاميه. البهارات اللي انا هستعملها بس ملح وفلفل اسمر، حابه تضيفي بهارات فراخ تمام، انا حاطه بهارات فراخ اهي. طبعا مع الحاجات دي انا هحتاج حبه عصير طماطم، طبعا حسب التقدير هي المفروض لونها مش هيكون احمر، هو هيتشرب. وبعدين انا لما احس ان الخضار لسه ما استواش هزوده ميه سخنه، فمش شرط ان هو اكتر في العصير الطماطم بس بيدي نكهه. كل اللي انا هعمله دلوقتي احط طاسه او حله ايا كان فيها معلقه زيت ومعلقه زبده، هولع عليهم ولما تسيح خالص هنزل بالفراخ اديها صدمه. عصير الطماطم هبهره بالحاجات دي معاكم، وهحط فيه قالب مرق الدجاج، حبة حبة مش حبة خلاص، عادي جدا، حاجات دي اختيارية. بس اهم حاجة بس المعلقة دي تسيح. لما احس ان هي خلاص بقت سخنه تمام هنزل بالفراخ عشان تديها صدمه ويبقى لونها ذهبي من جميع النواحي. طبعا ده هبينه معاكم بس عشان ماخدش معاكم وقت، بس هنزلها في الطاسه. بسم الله. لما تاخد لون هوريكم الشكل عشان ما اطولش عليكم. كده شايفين لون الفراخ بقى عامل ازاي، طبعا كده جميل جدا. حابين طبعا تعملوا اكتر براحتكم. هاجي على البصلايه والثومه احط عليها معلقه ملح وفلفل اسمر ومعلقه بهارات اللي هي 7 بهارات، وهنزل بيها على الفراخ. وهكمل تشويح، هكمل تشويح بيها لحد ما البصله والثومه ياخدوا لون الدبلان. لما ياخدوا اللون الدبلان هكمل بقى بيها. طبعا البصل ده كده هياخد من النكهه بتاعت الفراخ.
كده البصل بدأ يدبل معايا، هشيل الفراخ، هطفي النار الأول. والخلطة دي بقى هنزلها على ايه؟ على الخضار بتاعي. وهقلبهم بقى كله مع بعضه كويس. كده قلبتها تمام. دلوقتي بقى هحط على الصلصة فلفل اسمر، مش شايفينه ولا فلفل اسمر، ملح، بهارات الفراخ، ومرقة الدجاج. طبعا ما ننساش ان احنا هنا حطينا ملح، فانتي بقى تشوفي نسبة وتناسب ان ملحك يكون مظبوط في كله. تدوبي كويس المرقة، طبعا انتي عايزة تحطيها تمام مش عايزة خلاص، كده كده الفراخ هتعمل طعم. تمام كده خلاص. همسك بقى كيسين الكاتشب والفراخ، واخد الاول طبق فاضي، احط عليها رشة فلفل اسمر على الكاتشب وملح والبهارات، المعجون ده بقى همسح بيه على الفراخ، ده هيديها لون تحفة، هتشوفوا بنفسكم يعني بإذن الله. هصب بقى عصير الطماطم، مرقة مدبتش فهرجعها تاني عشان ادوبها، بشوية مية، وهفضل اقلبها لحد ما تدوب، اهم حاجة ما اسيبهاش. Thank you.
هفضل وراها لحد ما ادوبها، مش هسيبها، اهم حاجه بس ما يقس كده. هو تمام، انا دوبتها وحطيتها، فاضل كده بقى الفها بورق المونيا. وقدامي حاجة من الاتنين اعملها، يا اما احطها على عين البوتاجاز من فوق حوالي نص ساعة وبعدين ادخلها في الفرن، مش هتغيب معايا في الفرن وفي نفس الوقت هتستوي بسرعة، وممكن احطها من اول المشوار في الفرن. طبعا دي حاجة ترجع لكم. هدخلها الفرن وهوريكم شكلها بقى النهائي بقى عامل ازاي.